اذا صار عندي هلا هذا موجود. طيب انا عندي هلا البروبابيلتي انه اتش بيساوي اي، اي قديش الفاليوز اللي ممكن تاخذها؟ ايش ممكنها؟ 1 لـ10 مش هيك؟ طيب اجيت هلا سالت الاكسبكتد فاليو، هلا هو المفروض انه هون احط انا هاي هيك اتش. كيف ممكن احسب هلا الاكسبكتد فاليو لاتش؟ مره بيطلع ومره بيطلع الهايست ريفيرسال فلور 5 بجيرني، بجيرني ثاني عم بيطلع 6، بجيرني ثالث عم بيطلع 7، مش هيك؟ عم بسال شو الافرج فاليو له؟ هل البروبابيلتيز انهم يصيروا متساويه؟ لا، زي ما رسمنا هون على البي دي اف قلنا مثلا لحاله اذا بي بتساوي 7 وان 10 عم بيطلع معي احتمال انه اتش يساوي 10 كان 0.53، احتمال انه اتش يساوي 9 0.26، احتمال انه اتش بيساوي 8 اقل الى اخره. هذا هون راندوم فيريبل. اذا هون لو بدي احطها بلغه البروبابيلتي، في عندي راندوم فيريبل، الراندوم فيريبل ممكن ياخذ قيمه من 1 ل 10، ممكن يكون 11، ما له معنى 11، ممكن يكون 0، مستحيل يكون 0. ليش؟ لانه في معك باسنجر بده يوصلهم، بصيرش يوقف على 0، فعمره ما بيكون الهايست ريفرسال فلور 0، بس ممكن يكون من 1 ل 10. كل واحد من هذول الايز البروبابيلتي انه يصير هل هي متساويه؟ إذا الأفرج ما بصير آخذ الأفرج العادي، أي أفرج باخذ؟ الويتد أفرج. إذا الإكسبكتد فاليو لإتش بيساوي السميشن من أي بتساوي 1 لإن، بضرب مين في مين؟ بضرب أي في البروبابيلتي تبعت أي. أوكي ماشي، الكل واضح فهم شو اللي عملناه هون؟ متذكرين الرودز؟ طول الرودز؟ قلنا الرودز عندي في عندي 20%، 50% طولها متر، ونسبة معينة طولها شيء ثاني. هذول كل واحد منهم هو اتش، قيمة اتش في هذيك الرحلة مضروبة في البروبابيلتي انها تصير. ضليت اضربهم، نفس الشيء بامكانك تعملها بالمونتي كارلو سيميليشن. إذا هاي شو بتصير عندي الآن؟ بتصير السميشن ذا اي مضروبة في اي على ان للقوة بي ماينس اي ماينس 1 على ان للقوة بي، والسميشن من اي بتساوي 1 إلى ان. الكل فاهم هذا؟ ضربنا الراندوم فيريبل بالبروبابيلتي تبعته، الراندوم فيريبل بالبروبابيلتي تبعته وجمعتهم، راح يطلع معي الاكسبكتد فاليو لاي. فهذه هلا راح نحطها بهذا الشكل، راح تصير عندي، راح اخذ 1، لو عوضت الان 1 على ان للقوة بي ماينس 1 ناقص 1 بتصير 0، فهذا بيختفي الترم، الترم اللي بعده زائد 2، بعوض 2 بصير عندي 2 على ان للقوة بي ماينس 1 على ان للقوة بي زائد 3 على ان للقوة بي ماينس 2 على ان للقوة بي. لاحظوا هذا مضروب ب 2، هذا مضروب ب 3 الى اخره، رح اضل ماشي لاوصل في النهاية ان مضروبة في عندي هون ان على ان 1 للقوة بي بتصير 1 ناقص 9 ان ماينس 1 على ان للقوة بي، مظبوط هيك؟ طيب بدنا هلا نحاول التيرمز هاي نعيد ترتيبها. هذا فيش في ان، او هذا في 1 هون، فامكاني اخذ الان هذا واطلع، لكن لاحظ اطلعوا هون 1 على ان، وين في 1 على ان بيشبهه؟ 2 على ان، وين في 2 على ان بيشبهه؟ 3 على ان رح الاقي، اوكي؟ لحد ما اوصل اخر شيء هذا منهم. فبامكاني انا هدول اعيد ترتيبهم، راح احطهم بالشكل التالي، راح اقول 1 في 1 على ان للقوة بي زائد 2، وجوا راح اخذ النيجاتيف هون احطه، ناقص 1 على ان للقوة بي بلس 2 على ان للقوة بي زائد 3، وراح اخذ هذا احطه هون الماينس 2 على ان للقوة بي زائد 3 على ان للقوة بي زائد 4، عندي ناقص 3 على ان للقوة بي زائد 4 على ان للقوة بي، ولحد ما اوصل في النهاية هون هاي راح اخذ الان هاي واحطها في مكان ثاني، راح يصير عندي اخر براكت مضروب في ان ماينس ان ماينس 1 للقوة ان للقوة بي، وراح يطلع معي الان في 1 اللي هون راح احطه ان بلس 1 على ان 1 على ان 2 على ان 2 على ان 3 على ان 3 على ان 4 على ان 4 على ان لحد ما اوصل في النهايه ان ماينس 1 على ان ان ماينس 1 على ان. اشاره هذا موجبه، اشاره هذا سالبه،
هذا مضروب في واحد وهذا مضروب في اثنين. هذا إشارته موجبة، هذا إشارته سالبة، هذا مضروب في اثنين وهذا مضروب في ثلاثة، ونفس الإشي. إذن اللي مضروب في ناقص قيمته اثنين، اللي مضروب في بلس قيمته واحد، ناقص اثنين زائد واحد شو راح يعطيني؟ واحد. فبنزل عندي واحد على n بالقوة p. اللي بعده ماينس. اللي بعده عندي اثنين مضروبة في اثنين على n، ناقص ثلاثة مضروبة في اثنين على n، ناقص ثلاثة وزائد اثنين ناقص، بس ايش مضروبة في ايش؟ اثنين على n بالقوة p. بضل بكمل لحد ما اوصل في النهاية. هذا راح يكون في ترم قبله، هذا مضروب في n، واللي قبله بايش مضروب؟ ب n minus 1. n minus n minus 1 راح يعطيني minus 1، وراح يكون عندي هذا هلا هون n minus 1 على n بالقوة p مضروب في minus. ما ننسى n الموجودة هون. هدول ايش بقدر احطهم؟ بقدر احطهم بكومباكت فورم. ايش هدول؟ 1 على n، 2 على n، 3 على n، لحد ما اوصل n minus 1 على n. فكأنه في variable هون i، فكأنه عندي i على ايش مقسوم؟ على n مرفوع للقوة p. بس السميشن من وين لوين بروح؟ من i لناقص 1. هاي كابيتال اتش اللي هي الاكسبكتد فاليو اوف سمول اتش. لاحظوا السميشن بتروح لان ماينس 1 لانه الترم اللي فيه ان طلع برا هناك، فضلوا هدول اللي موجودين هون. هاي المعادله لاتش اسيومينج